بداية ما انشأت لهذا اليوم مع الصحف أو مع صحف دمشق التي رصدت التطورات السياسية والتصريحات الدولية فيما يخص اجتماع مجلس الأمن بخصوص سوريا، إضافة لعرضها تطورات سير المعارك. فنقرأ من صحيفة الثورة لهذا اليوم أبرز ما جاء فيها من عناوين، وكانت على الشكل التالي: الجيش يقضي على العديد من إرهابي جيش الفتح بريف حماة ويدمر تحصينات وآليات بريفي حمص ودرعا. روسيا: هدف اجتماع مجلس الأمن الأخير صرف الانتباه عن العدوان الأمريكي، لا نثق بالتحالف الأمريكي، وتصريحات واشنطن ولندن غير مقبولة. لاريجاني وولاية سوريا في خندق المقاومة الأول ومحاربة الإرهاب بالتنسيق مع حكومتها. لوبان: الحكومة الفرنسية تدعم إرهابي النصرة بدلا من دعم جهود الحل السياسي. مقتل وإصابة 16 جنديا تركيا بانفجار عبوة ناسفة واشتباكات في ماردين وشرناق. وأستراليا تتخوف من عودة 110 إرهابيين وعدم القدرة على محاكمتهم. نبقى مع الصحافة السورية أيضا لهذا اليوم، ونقرأ تطورات الملف السوري سياسيا وميدانيا عبر تحليلات كتاب صحيفة الوطن السورية، والتي جاءت فيها العناوين لهذا اليوم على الشكل التالي. إذن أبرز ما جاء في صحيفة الوطن: مسؤولون إيرانيون يؤكدون لعباس مواصلة دعم سوريا، ولوبان: فرنسا تدعم جبهة النصرة. المعلم بيان كيمون مخزن: وادي مستورا يماطل بانتظار الضوء الأخضر الأمريكي. أهل حلب الشرقية يرغبون في الخروج، ودفعة جديدة من مسلح الوعر إلى الدار الكبير. الجيش يتقدم بتلي الصوان بغوطة دمشق والحمرية بالقنيطرة. المعلم: اتهامات أمريكا لروسيا سببها إحراج موسكو لواشنطن بتنصلها من اتفاق التهدئة. موسكو تحذر من بديل الاتفاق الروسي الأمريكي ومن أضرار التصريحات الغربية على التسوية السياسية للأزمة السورية. مسؤول يمني يقترح هدنة على الحدود مع السعودية مقابل وقف الغارات على اليمن. مقتل 3 جنود أتراك على الأقل جنوب تركيا، ومن جديد جرحى في إطلاق نار بمركز تجاري في هيوستن بتكساس. بينما انشغلت صحف بيروت لهذا اليوم بلقاء الحريري وفرنجية أيضا حول تحديد موعد لإنهاء ملف الشغور الرئاسي، بينما كان الملف السوري طاغيا بثقله الميداني والسياسي أيضا على معظم عناوينها. فنقرأ من صحيفة البناء لهذا اليوم أبرز ما جاء فيها من عناوين، وكانت على الشكل التالي: أيام فاصلة تضع حلب بيد الدولة السورية أو يعود التفاهم إلى الضوء. الحريري يقود مشاورات للمكاشفة حول المأزق طلبا لحل إنقاذي. موسكو تدين إرسال دول لقوات خاصة إلى ليبيا. ميركل: الاتفاقات هجرة مع مصر أو تونس. إطلاق نار ومصابون في هيوستن الأمريكية. صفقة غاز بين الأردن والعدو بعشرة مليارات دولار. الصماد: تشكيل الحكومة أمر مفروغ منه. العبادي ومعصوم يباركان انتصارات الجيش ويبحثان الاستعدادات العسكرية لمعركة الموصل. نبقى في رواقة الصحافة اللبنانية أيضا لهذا اليوم الثلاثاء، واخترنا من عناوين صحيفة السفير لهذا اليوم التي كانت على الشكل التالي. إذن أبرز ما جاء في صحيفة السفير: الحريري إلى عين التيني والرابي، عون إلى الشارع للاحتجاج أو الاحتفال. أوروبا وسوريا: الحرب طويلة. الأردن: المستورد الأول لغاز إسرائيل. السعودية تشهر تقشفها، موظف الحكومة ووزراء. نتنياهو بين كلينتون وترامب، رزمة وعود وتهافت على الصوت اليهودي. قائد في النصرة: واشنطن تدعمنا مباشرة. السيسي يتعهد للمصريين ضبط أسعار ووظائف. وبلغاريا: إرجاء محاكمة متهمي بورغاس إلى تشرين الثاني. إلى الصحف العراقية لهذا اليوم، والتي ركزت على الأخبار الميدانية وأسباب تأخر التحرير الكامل في صلاح الدين والأنبار. فنقرأ أبرز ما جاء في صحيفة المدى العراقية لهذا اليوم، وكانت على الشكل التالي العناوين فيها: انتكاسة الزاوية تكشف عن جيب داعشي بطول 30 كيلومترا يمتد بين تكريت وكركوك. التحاق 3 أفواج بحشد الأنبار يسرع عملية اقتحام جزيرة هيت. قرار نيابي يحظر تقسيم محافظة نينوى. العراق يعلن دعمه لحوار وطني في اليمن ويرفض التدخل الخارجي. المعلم: وقف إطلاق النار قابل للتنفيذ، وروسيا تؤكد الغرب لا يفي بالتزاماته. بكين: 40 طائرة عسكرية صينية تحلق قرب اليابان.
أما بالانتقال إلى صحف السلطنة فنجد بأنها اليوم تناولت عددا من القضايا العربية وأهمها كان التطورات الفلسطينية الأخيرة. فنقرأ من صحيفة الوطن العمانية أبرز ما جاء فيها من عناوين: اقتحام جديد للأقصى وتشاؤم فلسطيني بالساكن الجديد للبيت الأبيض، السلطنة أمام الأمم المتحدة لا ضرورة ولا ضرار، قاعدة لحل جميع المشكلات، روسيا قلقة من إعادة تنظيم الإرهابيين لصفوفهم في سوريا، الأردن يحظر النشر في اغتيال حتر، العراق يحتاج 14 مليار دولار لإزالة أضرار الإرهاب، وليبيا السراج يتوقع حكومة جديدة خلال أسابيع. ختاما شئت لهذا اليوم الثلاثاء فمع الصحافة الإيرانية التي واكبت آخر وأهم التطورات السياسية على الساحتين العربية والدولية أيضا، فنقرأ من صحيفة كيهان الإيرانية أبرز ما جاء فيها من عناوين وكانت كالتالي: المعلم الأمريكيون أرادوا الكذب وتغيير الحقائق بالنسبة لما تقوم به الحكومة السورية ولكنهم فشلوا، لافروف واشنطن لم تعد تلعب دور الرئيس المشترك المحايد للمجموعة الدولية لدعم سوريا، لاريجاني لن ننسى موقف سوريا الشقيقة في دعمها لإيران في مرقدس، يدع تحرنوت تهاجم بوتين وتتباكى على حلب وتحيرها ثقة الأسد، داعش يعدم عناصره الفارين من الشرقات دهسا في الموصل، وأخيرا الخارجية الإيرانية تدين بشدة اغتيال الكاتب الأردني ناهض حتر. مشاهدينا إلى هنا ننهي مانشيت وننتقل إلى تقرير لأهم ما تناولته أقلام الكتاب في إصدارات اليوم، نتابع. كتب مسعود الحناوي في الأهرام المصرية إن الاعتذار الأمريكي لسوريا عن الغارة على دير الزور غير مقبول، فالضربة الجوية الخاطئة أدت لمقتل 62 عسكرياً، ولا نظن أنها قد وقعت بالخطأ ولكنها كانت متعمدة، وهي دليل واضح على تواطؤ واشنطن وحلفائها مع داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية، وبالتالي فإنها تتحمل المسؤولية كاملة عن هذا العدوان الغاشم. كتب ممدوح طنجي في المنار المقدسية: ما تزال سوريا تسبق عروبتها وطنيتها، وستظل الحريصة على العرب بالرغم من كل خناجر الغدر والخيانة العربية التي طعنتها، وهي تقول لهم: من يطبخ السم سيذوقه، ومن ينام مع العقارب لن ينجو من غدرها. كتب حميد العبدالله في البناء اللبنانية: الكرة الآن في مرمى الولايات المتحدة وحلفائها، وليس لديهم الكثير من الخيارات طالما أن خيار المواجهة المباشرة مستبعد مع روسيا، كما أوضح رئيس الأركان الأمريكي. فإما أن تقبل بما تسميه روسيا الحل الإنساني لإحياء حلب الشرقية، وإما أن يكون الحسم العسكري هو الخيار بعد رفض خيار الحل الإنساني. في الختام تساءل الكاتب: هل ترضخ واشنطن وتسلم بالأمر الواقع وبالتالي يبصر الحل الإنساني النور ويجري توفير هدر المزيد من الدماء في حلب، أم أنها تجعل خيار الحسم هو الخيار الوحيد المتاح؟ سؤال تصعب الإجابة عليه. كتب فهد الفانك في الرأي الأردنية: ناهض حتر تلقى تهديدات صريحة بالقتل، لم يجري تحقيق مع أصحابها، وطلب من الحاكم الإداري بإلحاح توفير الحماية له في الذهاب إلى المحكمة، لكن الحاكم الإداري تجاهل الطلب وترك الضحية هدفاً مكشوفاً لرصاص الغدر. في حياته كان ناهض كاتباً حاداً وجريئاً وصاحب صوت عالٍ فيما يراه حقاً، ولكنه صار بعد اغتياله على أيدي جبناء أكثر حدة وجرأة وأعلى صوتاً في إدانة العنف والفكر الهدام. رحم الله ناهض. الميدان السوري لم يعد مسرحا لممارسة طقوس الخداع والإجرام الأمريكي الداعم للمجموعات الإرهابية في الداخل السوري، بل باتت من خلاله الولايات المتحدة توجه الاتهامات نحو روسيا الداعمة لسوريا في حربها ضد الإرهاب، خاصة بعدما أحست واشنطن بأن الأمور الميدانية على الأرض باتت تسير في خارج فلك إرادتها. فما مصير الاتفاقات الأمريكية الروسية وما الهدف من رفع سقف التوتر الأمريكي؟ التطورات السياسية مع ضيفي من بيروت الخبير في الشؤون الإقليمية دكتور محمد شمس. سعدت أوقات دكتور محمد. أهلا وسهلا، صباح الخير.
أهلا بك وأسعدت صباحا. يعني بداية، واشنطن اليوم ترفع من مستوى التهديدات خاصة نحو روسيا، لماذا؟ في الواقع بداية هناك مشكلة داخلية في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وصراع أجنحة إذا صح التعبير بين السي آي إي والبنتاغون من جهة، والبيت الأبيض والرئيس الأمريكي باراك أوباما من جهة ثانية. هذا التيار، تيار السي آي إي والبنتاغون، مدعوم من المرشحة لرئاسة الجمهورية هيلاري كلينتون، وتسعى جاهدة يعني هذا التيار يسعى جاهد لإفشال أي اتفاق روسي أمريكي. وبالتالي الهدنة الروسية الأمريكية والاتفاق الروسي الأمريكي كانت العقبة الأساسية هي معارضة داخلية أمريكية، مما أدى إلى إفشال الهدنة وإفشال الاتفاق، وأيضا الحادث الشهير موضوع قصف الطائرات الأمريكية بمشاركة طائرات بريطانية ودنمارك، يعني قصف قوات التحالف الأمريكية وتقودها أمريكا لمنطقة دير الزور، كان أكبر دليل على أن هناك نية أمريكية تحديدا من البنتاغون وجهاز الاستخبارات الأمريكي سي آي إي لإفشال الاتفاق الروسي الأمريكي. الرئيس أوباما أعتقد على المستوى الشخصي كان يطمح إلى تسوية سياسية للأزمة السورية ولإنهاء الحرب في سوريا، ليسجل في إرخه السياسي ومن مصلحة أوباما أن يكون هناك تسوية سياسية في سوريا، لكن الأطراف الداخلية تحاول يعني إجهاض هذا الحل وإجهاض التفاهم الروسي الأمريكي. هذا لا يعني أن الرئيس أوباما أيضا يعني مرتاح كثيرا من هذا الاتفاق الروسي الأمريكي، إنما يريد أن يصل إلى تسوية مهما كانت ليسجل في إرخي السياسي كما قلنا. هناك انطباع في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، انطباع للجمهوريين والديمقراطيين، بأن هذا الاتفاق يخدم روسيا ويخدم سوريا ومحور المقاومة، وبالتالي كان النقاش جدي في وسائل الإعلام بعدم الكشف عن بنود هذا الاتفاق الروسي الأمريكي، والذي أعلنت موسكو أكثر من مرة أنها تريد الإفصاح عنه والإفصاح عن بنوده، لكن أمريكا كانت تصر على رفض ذلك خشية من انعكاس هذا الأمر على الانتخابات الأمريكية وعلى الرئيس أوباما تحديدا، الذي يعتبر أو يعتبر الرأي العام في أمريكا بأن هذا الاتفاق ليس لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، ولكن يعني دكتور محمد، يعني هذا الاتفاق تم ضربه قبل أن تظهر نتائجه على الأرض، يعني لم يكن هناك مدة ما بين إعلان الاتفاق وما بين التصرف والسلوك الأمريكي المناقض لكل الاتفاقيات التي تمت ما بين واشنطن وموسكو. الواقع السيد سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي أعلن عن نقطة أساسية عند المقال، بأنه يبدو أن الجيش الأمريكي لا يسمع ولا يطيع أوامر رئيسه الرئيس الأمريكي باراك أوباما، يعني أن هناك انقسام واضح في السياسة الأمريكية تجاه سياسة المنطقة وتحديدا الأزمة السورية والحرب على سوريا. لهذا الأمر لا أعتقد الموضوع اليوم القرار بيد الرئيس أوباما وحده، لأن هناك تناقض في أجهزة الأمن وأجهزة القرار السياسي وصناعة القرار السياسي في أمريكا، فموضوع الاستخبارات الأمريكية سي آي إيه والبنتاغون ليس أمرا سهلا تجاوزه، علما أن الذي يحكم في المؤسسات وليس يعني شخص بعينه، وخاصة أن أوباما في اللحظات الأخيرة أو في ربع ساعة الأخيرة من ولايته الثانية. لهذا إفشال الاتفاق أعتقد كان بالدرجة الأولى هو خطوة نتيجة خلافات داخلية في داخل الولايات المتحدة الأمريكية. أما في موضوع يعني استفادة أمريكا من إفشال هذه الهدنة لتحقيق تقدم ما على الأرض، يعني اليوم تشعر الولايات المتحدة الأمريكية أن سوريا وحلفاؤها يتقدمون في الميدان، وبالتالي أي تسوية سياسية اليوم لن تكون في مصلحتهم. هم يحاولون شراء الوقت إلى صح التعبير للسماح لجماعات التكفيرية وجماعات المسلحة بالتقدم ميدانيا وإنجاز أي تقدم ميداني يمكن الرهان عليه. أما الواقع كان يثبت عكس ذلك، كلما كان هناك هدنة وحاولت الجماعات المسلحة الاستفادة منها كانوا يفاجؤون بعمليات عسكرية واسعة وفضل هجمات واسعة لهذه الجماعات من قبل الجيش السوري وحلفائه. المشكلة هي في التسوية التي تشعر في أمريكا لأنها لم تخدمها في الوقت الراهن، رغم أن شخص الرئيس أوباما يرغب بأن يسجل في إرخي السياسي إنجاز تسوية سياسية في سوريا كما أنجز تسوية سياسية مع البرنامج النووي الإيراني.
هذه مشكلتان الأساسيتان. لكن هناك مشكلة أيضا رئيسية ومركزية تتعلق بموضوع عدم الثقة. هناك جدار كبير من عدم الثقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. هناك اشتباك سياسي واشتباك غير مباشر عسكري في المنطقة وفي سوريا تحديدا. يعني روسيا تشعر أن الغرب وأمريكا تحديدا تتقدم نحو مواقعها في الشرق الأوسط وفي منطقة آسيا الوسطى. واليوم الدرع الصاروخية بالنسبة لروسيا هو الأخطر والتهديد الأكبر الذي يهدد مصالح روسيا في المنطقة. وبالتالي روسيا لن تتراجع عن أو تتخلى عن حلفائها وعن مصالحها في المنطقة وفي سوريا تحديدا. نعم، يعني ومن الملاحظ اليوم يعني عندما كان هناك تصريح للبنتاغون عندما وضع موسكو في ذات المكان مع كوريا الشمالية من ناحية التهديد النووي لواشنطن. اليوم يعني هذا التمادي الأمريكي خاصة الانتقال من التهديد لروسيا من الداخل السوري إلى فورا إلى وضعها في نفس المكان الذي تضع به واشنطن كوريا الشمالية، يعني تضعها في مصاف الإرهاب العالمي. يعني في الواقع اليوم نحن في يعني حملة انتخابية، هناك انتخابات أمريكية، وكل هذا التصعيد باعتقادياتي في سياق الحملات الانتخابية في الداخل الأمريكي ولا يرتبط بشكل مباشر بالواقع الخارجي. هناك يعني الموضوع السوري اليوم هو ماذا خصبة أو هي لاعب أساسي اليوم في الانتخابات الأمريكية، أنه ماذا يحدث في سوريا والمنطقة والعلاقة مع روسيا والتصدي للنفوذ الروسي في المنطقة والعالم. هذه مواضيع خصبة تناقش اليوم في الحملات الانتخابية في داخل الولايات المتحدة الأمريكية. هذا التصعيد بموضوع يعني تصعيد باتجاه روسيا على مستوى وصفها لأنها دولة خطيرة ودولة نووية من قبل البنتاغون، هذا الأمر ليس جديدا، لكن توقيته يرتبط بموضوع الوضع الداخلي الانتخابي في أمريكا، وأيضا بعد فشل التسوية أو الاتفاق الهدنة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن الدبلوماسية الروسية يعني مؤخرا أظهرت مرونة كبيرة، وهي اليوم تلعب دور دبلوماسي مرن جدا، لكن الطرف الآخر حتى الآن ليس جاهلا لأي تسوية سياسية على مستوى القرار السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية، أيضا على مستوى اللاعبين الإقليميين ورعاة الدول ورعاة المجموعات الإرهابية. وهذا الموضوع ظهر خلال الفترة الماضية من خلال نقد كل الاتفاقات التي تمت ما بين روسيا وأمريكا. شكرا لك ضيفي من بيروت الخبير في الشؤون الإقليمية دكتور محمد شمس، شكرا لك. مشاهدينا ملان ننتقل لنتعرف على أسرار لم تعد كذلك على صفحات الصحف بعد الفاصل. نشرت صحيفة السفيرة اللبنانية نص الاتفاق بين كيان الاحتلال الإسرائيلي والأردن والذي يقضي بتوريد الغاز الطبيعي من حقل لفيتان في البحر المتوسط إلى شركة الكهرباء الأردنية، ويعتبر هذا الاتفاق الأكبر في العلاقات ما بين الكيان الإسرائيلي والأردن، وتبلغ قيمته حوالي 10 مليارات دولار على مدى 15 عاما المقبلة. ومعروف أن الأردن وقع قبل عامين مذكرة تفاهم بشأن استيراد 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، مهدت لعقد هذه الصفقة التي تتضمن مد أنبوب غاز من الخط القطري الإسرائيلي إلى شرق الأردن. وتكشف العبارات السابقة وجهة صادرات الغاز الإسرائيلية التي كثر الحديث في العام الأخير عن إمكانية توجيهها نحو أوروبا عبر تعاون مع كل من قبرص واليونان. وواضح أن مخزون الغاز في الحقول التي اكتشفتها إسرائيل لا يساعد على إنشاء محطات تسييل، وهي تتطلب استثمارات مالية ضخمة، ما دفع إلى التوجه نحو الجيران الأقرب، السلطة الفلسطينية، الأردن ومصر وربما تركيا. أهلا بكم إلى أقلام إلكترونية. فيما يخص تطورات الحاصلة في حلب نطالع ما جاء في موقع دان بريس الإخباري وفي زاوية لمي حميدوش كتبت: هي حلب مجددا عاصمة الصمود ونقطة التحول في الصراع الإقليمي، فمنذ بدء العدوان على سوريا كانت حلب محور الحدث وكان لابد من سقوطها لأن ذلك السقوط سيشكل زلزالا في المنطقة بأكملها، ونحن هنا
لا نبالغ، فمختلف التحليلات السياسية أكدت بأن حلب هي خط الدفاع الأول عن دمشق. ما يجري اليوم في حلب وتحديدا على الجبهة الشرقية للمدينة يشكل صدمة للدول الداعمة للمجموعات الإرهابية، وما طرحته واشنطن مؤخرا حول فصل المعارضة المسلحة المعتدلة عن باقي المجموعات هو ما هو إلا كذبة واضحة. وتكمل الكاتبة بالقول: لقد حاولت واشنطن عبر إقحام الحكومة التركية بتدخل عسكري في جرابلس والاعتداءات الصهيونية في القنيطرة بأن توجه رسالة إلى روسيا ومحور المقاومة بأن واشنطن لن تقدم تنازلات، إلا أن رد الفعل السوري والروسي شكلوا نقطة تحول إلا أن رد الفعل السوري والروسي شكلوا نقطة تحول في عملية الصراع. مشاهدينا، نذهب الآن إلى سخرية دمه في الفقرة التالية. مشاهدينا، لرسائلكم وتعليقاتكم نرجو متابعة صفحة البرنامج على الفيسبوك. القلم الصحفي قال كلمته لهذا اليوم. نشكر لكم حسن المتابعة، نلقاكم غدا في نفس الموعد. إلى ذلك الوقت في أمان الله.